علاقاتنا مع إسرائيل علاقات واضحة، احنا ندعم عملية السلام. اتصالاتنا مع إسرائيل صحيح انها مستمرة، وعلى شاشتكم تصورون الإسرائيليين موجودين في الدوحة. احنا اسانا وايش احنا احسننا للامه العربيه في علاقتنا مع امريكا. اولا علاقتنا مع اسرائيل، اسرائيل سعاد اذا وجدنا الضغط السعودي زاد على الامريكان، هم يخففون الضغط علينا الاسرائيليين بسبب علاقتنا معهم. المنطقه مقبله على بركان، السعوديه مقبله على ثوره، شئنا ام ابينا. ينادون لازم الربيع العربي، يبشر حمد بن جاسم بالربيع العربي المسموم، الرياح السامة الصفراء التي دمرت العالم العربي، لينام سيد تل أبيب 100 سنة إلى الأمام وهو قرير العين.